أتقول الشعر تنضده وتزهره وتورده، أتجيد القول تزينه بجمال الفكر تزوده. أتقول الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله معنا في برنامجكم عيالنا نور عيوننا. هذا البرنامج مبني على كلمة يحبها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الدين النصيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام شملنا كلنا في هذه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وأمتهم، فكلنا مشمولون في هذه. فأبنائي وبناتي، في هذا البرنامج أنتم راح تنصحوننا، توجهوا لنا نصيحة، سواء من البنين أو البنات، خاصة لأعمارهم دون سن البلوغ أو دون سن 15 سنة، راح تطلع منكم نصيحة وأنا إن شاء الله أعلق عليها. وثم إذا عندكم أسئلة حاضر أجيب على هذه الأسئلة باللي الله سبحانه وتعالى يقدرني عليه. فإذا هذا البرنامج بناتي وأبنائي هو موجه منكم أنتم الذي تنصحون بقصة، بموقف، برسالة، بسؤال موجه، تكون نصيحة إن شاء الله تصل لقلوب وعقول البنين والبنات، حتى الكبار من الآباء أو الأمهات أو المربين أو المربيات ممن يتابعون برنامج عيالنا نور عيوننا. إذن بعد ما أنتهي من كلامي ستشاهدون مقطع صغير قصير لإحدى الفتيات أو الفتيان يوجه نصيحة بشكل ما، وإذا كان محتاج تعليق سأعلق، وإذا كان في أسئلة سأجيب إن شاء الله. تابعوا ثم نعلق إن شاء الله. يسار وأنا لفيت يمين، قلت أنا ما راح أضيع، ليش خلي أروح يمين. رحت لفيت يمين وبعدين مشيت لعبت في الدراجات، ولا فجأة قلت دورت أدور إخواني، ولا كان ما فضعت، ولا كان أروح أدور أمي، ولا أشوف أمي قاعدة تأشرني من بعيد. فرحت لهم فاستفدت، لأن لازم أسمع كلام أكبر مني. اللي منكم يروح المولات أو الأسواق أو مرات حتى بعض الملاعب يجد إعلانات في إذاعة المكان: طفل مفقود، طفلة مفقودة. كثير من البنين والبنات مثل ما قالت ميتي في قصتها أنها ما سمعت كلام الوالدة، تعليمات كانت واضحة عند والدتها خليكي مع فلان أخيها الأكبر أو كذا، ما سمعت الكلام فضاعت. وهذه مشكلة كبيرة بناتي وابنائي، قد بعضكم ما يعطيها انتباه أو أهمية. أحيانا يكون المكان آمن فضل الله سبحانه وتعالى، مثل بلدنا الكويت في أمان داخل السوق أو كذا، الإنسان حتى لو ضاع أو فقد شيء ممكن يلقى، لكن بعض الأماكن سواء في بلدنا أو غيره غير آمنة، فممكن الإنسان يخسر نفسه أو يخسر شيء من ماله أو جهده. ولهذا القصة باختصار تقول: إذا جاءت تعليمات واضحة من الكبار يجب أن يلتزم بها الصغار حتى لا يتضرروا بسبب الضياع أو ضياع بعض حاجاتهم. فالقصة كانت الحقيقة واضحة وبالغة في المعنى، ولهذا طاعة ولي الأمر مهمة جدا، ونتكلم عن دورنا كبنين وبنات في طاعة الوالد والوالدة أو ولي أمرنا اللي في البيت في العائلة، قد يكون بعضنا عنده قد يكون يتيم وغيره، فبالتالي طاعة ولي الأمر مهمة جدا حتى الإنسان يسلم من أي شكل من أشكال الضرر إن شاء الله. عندي لك سؤال، ليش لما تصلي تتحسن درجاتك في الدراسة؟ طبعا سؤال جميل من طفلة صغيرة، سؤال سمعتوا كلكم، لماذا تتحسن درجات أو حتى حال الإنسان عندما يصلي؟ يا بنتي الجواب سهل وقصير. الله سبحانه وتعالى نص لنا نصوص في القرآن الكريم وهو كلام الله عز وجل، واحدة من هذه الآيات أو ليست فقط هي، كل الآيات، لكن واحدة منها تحرصنا على موضوع المعنى: الصلاة والزكاة. دائما نلقاهم مع بعض، الصلاة والزكاة الذين هم على، أنتم حافظة كذا منكم حافظين آيات من القرآن الكريم، لكن في آية تكلم عن المداومة والمحافظة. يعني من أهمية الصلاة يا بنتي
الله سبحانه وتعالى طلب لنا أمرين مهمين، أن نداوم عليها، والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. إذن عندنا أمرين مختلفين. لأهميتها الله سبحانه وتعالى جعل لها هذه المكانة، فيقبل عمل الإنسان بصلاته. يعني يوم القيامة إذا قبلت الصلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تقبل سائر الأعمال، حتى لو كانت هذه الأعمال كالجبال. ما في صلاة قد لا تقبل هذه الأعمال، وهذا خطر. ولهذا يا بنتي من هذه الفوائد في الدنيا، إذا صليتي فرضيتي الله سبحانه وتعالى ورضي عنك يرحمك، ومن رحمته يوفق الإنسان في كل مشاريعه منها الدراسة. ولهذا الآن احنا في أيضا في هذا الوقت، بعضكم ما زال في الاختبارات، أو الآن احنا في العطلة الصيفية، أو في لنا حاجة مع الله سبحانه وتعالى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني صار في عنده أمر شاغلة، ذهب إلى الصلاة يصلي حتى يناجي الله سبحانه وتعالى، يصير ما عاد الدنيا ما تشغله، فيسجد الله سبحانه وتعالى ويدعوه وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد. فسؤالك مهم يا بنتي، نعم الصلاة مهمة لتغيير كل جوانب حياتنا، خاصة الدراسة الآن لمن يتكلم عنها، فنعم تتحسن الدرجات، لأن الموفق هو الله عز وجل. أتقول الشعر تنضده وتزهره وتورده، أتجيد القول تزينه، بجمال الفكر تزوده.